سلام بنات الدراري، كيف داري؟ لاباس عليكم؟ يكون شي بخير. كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم البنات غادي نشارك معكم لازانيا بالكريب. كتجي البنات هائله وكتجي بالحشوه والصوص بشاميل، كتجي لذيذه لذيذه. تبع معايا البنات الفيديو تال الاخر، ولا تنساو ليا اللايك في هذا الفيديو. بسم الله، اول حاجه غادي ناخذ الاناء وغادي نضيفه كاس ونص ديال الحليب، وغادي نحتاجو كاس ونص ديال الماء، وغادي نحتاجو شويه ديال البزار، وغادي نحتاجو شويه ديال الملحه. هاد الكريب البنات ما غاديش نحتاجو البيض نهائيا، كتجي البنات واحد الكريب كتجي هائله. وغادي نحتاجو جوج المعالق ديال الزيت نباتيه، وغادي نحركوا العناصر مزيان، وغادي نضيفوا ليه 300 غرام ديال الدقيق الفورص. وني من بعد ملي ضفت 300 غرام ديال الدقيق، دابا غادي ناخذ هاد الاناء وغادي نصفيو هاد الكريب ديالنا. صافي البنات، غادي نغطيه في بلاستيك غذائي وغادي نخليوه يرتاح واحد المده ديال نصف ساعه ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات غادي ناخذ دابا المقله اللي ما كتلصقش، غادي ندهنها بشويه ديال الزبده وغادي نفرغ فيها المغرفه ديال العجينه ديال الكريب، وغادي نخليه واحد دقيقه تنشوفو نشف لينا الكريب، وغادي نقلبها في الجهه الثانيه تنكملو الكميه ديال الكريب اللي عندنا ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات غادي نوجدو دابا الحشوه، غادي نضيفو تقريبا واحد جوج معالق ديال الزيت النباتيه. من بعد ملي سخن الزيت غادي نضيفو واحد جوج ديال الحبات ديال البصله مقطعين على شكل مربعات. صافي البنات غادي نديوها ونجيبوها تتحمر لينا ونتلاقاو ان شاء الله. هنايا من بعد ملي نزلت ليا البصله غادي نضيف واحد 200 غرام ديال الكفته، وهنايا من بعد ملي طابت ليا الكفته غادي نضيف صلصه ديال مطيشه السائله. صافي البنات غادي نخلط الكميه وغادي نضيفوا له شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، هادو هما التوابل اللي غادي نضيفوا، وشويه ديال الربيع. هنا البنات غادي نوجد دابا صلصه بيشاميل كتجي البنات لذيذه، غادي نضيف واحد جوج معالق ديال الزبده، وغادي نخليو الزبده تذوب. من بعد ملي دابت الزبده غادي نضيفو جوج معالق ديال الدقيق الفورص، وهنا البنات غادي نخلطو العناصر بالفوي تتخلط لينا، وغادي نضيفو واحد نص ديال ضامه البنا، هذيك هي اللي كتجي في صلصه بيشاميل كتجي لذيذه. ومن بعد غادي نضيفو جوج كيسان ديال الحليب. صافي البنات غادي نستمر في التحرك تعقد ليا صلصه بيشاميل ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات غادي نمونطيو الكريب ديالنا، غادي ناخذ المول ديال الدجاجه ولا اي مول اللي عندكم. غادي ناخذ دابا واحد الكريبه
وغادي ناخدو الحشوه، غادي نزولها في الجوانب ديال الكريب، من بعد غادي ندير واحد معلقه ديال الصوص بالبشاميل، من بعد غادي نضيف الكريب، ومن بعد غادي ندير الحشوه وندير شويه ديال صوص البشاميل، تنكمل الكميه اللي عندي ديال الكريب والكميه اللي عندنا ديال الحشوه، ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ملي كملنا الكريب ديالنا، غادي ناخد دابا صلصه بشاميل اللي طبقات لينا، غادي نديرها في الواجهه ديال الكريب، من بعد غادي نضيفو واحد الكميه ديال الفرماج الاحمر. صافي البنات، غادي ندخلوها للفران تتحمر لينا، ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات، من بعد ملي درت لها صلصه بشاميل ودرت لها الفرماج، دابا البنات غادي ندخل دابا الفران، وغادي نشعلوه ب 180 درجه تتحمر لينا، ونتلاقاو ان شاء الله. هنا البنات، من بعد ملي خرجنا الازان بالكريب كتجي البنات هائله، من بعد ملي خرجنا من الفران كتجي البنات واحد الحشوه كتجي لذيذه لذيذه بزاف. الوجبه العشاء او للغداء كتجي لذيذه بزاف. دابا غادي نقطعها لكم باش نوريها لكم من الداخل. البنات، الشكل النهائي ديال الازان بالكريب كتجي البنات هائله، واحد الحشوه كتجي البنات لذيذه، وصلصه بشاميل كتجي رائعه. ديروها في الغداء او للعشاء، كتجي البنات لذيذه لذيذه بزاف بزاف. كنتمنى تجربوها مع افراد الاسره ديالكم. كتشكركم سواء البنات سواء داي كاين في القناه ديالتي، كنشكركم على الكومنتات وعلى اللايك الزوين كتخليو ليا، كنشكركم بزاف بزاف. ان شاء الله حتى الفيديو اخر، طلعوا ليا فريسكم. يلا، بالسلام عليكم.